السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم لعبة توتال وور أتلا مع مود ميديفل كينغدومز اللي يكون في العصور الوسطى. طبعا المود هذا راح ياخذنا لسنة 1212 اللي فيها العباسيين موجودين وأيضا الأيوبيين أو السلطنة الأيوبية مثل ما هم حاطينها، وعندك أيضا الموحدون اللي هم بالمغرب طلعوا عقب المرابطون وهكذا يعني. وحاطي لك يعني بعد يعني الدول الثانية اللي هي الإنجليزية والألمانية واللي حول العالم في سنة 1212. طبعا احنا راح نلعب بالعباسيين، فنبي نجربهم ونبي نشوف طريقة لعبهم ونبي نوريكم بس المود داخل اللعبة، وممكن نخليها سلسلة من 3 حلقات. إذا تبونها تكون سلسلة عطوا الفيديو لايك واكتبوا لنا بالتعليقات، وخلنا نشوف تفاعلكم معانا باشتراك والسوالف الحلوة هذه. فهذا أول شيء حاط لنا المود كريدتس الناس اللي اشتغلوا على المود، لأن هذا 9 مودات أعتقد إضافية. حسام أعتقد وياهم واحد إما تركي ولا عربي، وعندهم هني بعد واحد اسمه المنصور، فأتوقع يعني يمكن يكون عربي. فنشوف عاد عندهم الشغل، تحس إنه فيه شوية يعني من العربي. فإذا جينا حق الجنود اللي عندهم مثلا، نحط على الجنود اللي عنده هذا راجله الجند. شنو راجله؟ هذا شنو؟ رماحة الجند، يعني رمات الأحذية يعني. فوت آرشرز ولا شنو؟ أعتقد أحذية. المهم فيعني عندك هنا عندنا البصرة، عندنا الكوفة حاطينها بالحسة والبصرة، وعندك بغداد هني، وفوق إربيل والموصل. اليوم ناوينا نحتل إربيل ونوصل للموصل، بس نبي نشوف. وهني عندك الأهواز وشيراز والمفاعل النووي، فيعني عندك أكثر من شغلة. الفلوس اللي عندك هني 10,000، عندك الفلوس اللي تجيك، الأكل اللي زايد عندك هو الـ4 فصول، وغير هذا يعني يحط لك قوتك وحط لك ديانتك ويضبط لك الشغل. فطبعا الديانات هنا تعتمد اعتماد أساسي يعني تحتاج أنك تمشي عليها، وعندك التطويرات بعد اللي تقدر تسويها. مثلا هذا يعدل لك الإقطاعية، هذا يحط لك يطور لك مباني القلاع، وعندك هني حق يجيب لك يعني للزراعة أفضل تكون عندك، وعندك هني يحط لك حمام، حط الحمام. حلو. وهني عندنا نقدر نطور المبنى أعتقد. حلو، نقدر نطوره ونقدر نغير المبنى هذا، هذا عليه علامة يعني ما يصلح لنا، فنحوله إلى مسجد. حلو، حط لنا مسجد. عندنا طبعا مثل ما قلت نبي نحرك قواتنا للشمال. زين، عندنا القادة عندهم ميزات. هذا تاسك ماستر الميزة مالته. حلو، فيزيد انتجريتي هني واحد. هني عندك الميزات اثوريتي كانينج وزيل. حلو، هذه يعني قدراته الثلاثة. ما عليك من شنو معناهم بالعربي وشنو يسوون، إذا عندك زيادة راح يصير قوتهم إضافية. فهذا عنده 3، وعنده ميزة فير يخرع الناس، مو متزوج، فإذا كان متزوج راح يكون عنده إضافات أحلى. هذا سكولر، فراح يزيد الريسيرش عندنا، فنقدر نبحث بشكل أعلى. رحنا على التكنولوجيا نحطينا عليهم، يكتب لك الريسيرش ريت أول شيء 109%، فيعني هذا عالم الظاهر، فما يصلح حق الحرب. بس شو نسوي؟ تدري شلون؟ تقدر نقدر نحاصر الدور هذا. تقدر تروح فورس مارتش؟ فورس مارتش وين توصلك؟ بس هني. ايش قاعد تقول هذا؟ المهم فيعني الحين خل عجل الدور يمشي ونجند لنا شوية جنود. شنو عندنا نقدر نجند؟ فتوة. وهذا شنو؟ يلا غازي، حط لك غازي، كثر غازي، شيء تعرف عرفت. نقدر نطلع 3 منه وما يكلف فلوس واجد.
حلو، لأنه راح يأخذون معاشات يعني، وإحنا ما نبي نخسر معاشاتنا. عندنا هنا نقدر نطور، خلنا نحط لنا مزرعة غنم حلوة، مزرعة الغنم ونمشي الدور. طبعا عندك دبلوماسية في العالم، ويعني الخريطة كبيرة، كل ما اكتشفت لك دولة تقدر تروح لها بعدين، فما تقدر تروح لهم كلهم على طول، يعني طالع كثر المقاطعات الموجودة. ليتوانيا هني، عندك يوتلاند اللي الدنمارك، ويعني كل الدول الموجودة عندك هني، الجزائر وتونس والقسطنطينية، أعتقد هذه تابعة للجزائر، وطرابلس والريف. فاز، حاطي لك الريجن فاز، ونمشي اللعب. أوه ما حطينا جوفرنر، نسينا نحط جوفرنر. اضغط على هذه، تقدر تحط جوفرنر هني، تحط على واحد على كل مدينة. فالعراق حط عليها أحمد، وحط محمد على الحسة، وحط جعفر على السواد. يا سلام. دوركم شو تسوون بكل مقاطعة؟ أوكي خل ما نقدر نحطها، شو السالفة؟ يلا إيه حط لنا، خلي يشتغلون. طبعا كل عندك 6 اختيارات هني، تبي يطور التجارة، تبي يطور يطلع لك جنود بسرعة، تبي شو يسوي. فاحنا نبي يطور، يدخل القبائل داخل المدينة في الحاضرة، وهذا راح يطور المدن، يعني نبيها تكبر مدننا. بس الجدير بالذكر يعني ان بوبيان لاصق بجون الكويت، والبحرين مو موجودة في الخريطة، فالظاهر انها للحين ما طلعت، كانت البحرين يعني غرقانة، طلعت يعني سنة 1780، والحين عاد يستلمونا البحرينية. فمشينا الدور الأول، وطالع هني طالع لك ان الخوارزميين أعلنوا الحرب وصارت بينهم حروب، فيعني هذه ما نحتاجها، ما راح تضرنا ولا راح تنفعنا. انطقينا على الدبلوماسية، نلاحظ ان الخوارزميين يعني أقوى منا، طالع قوتهم، احنا الأصفر، بس الباقيين هذول اللي عندنا كم قوتهم؟ 41 يعني زين زين. حنا كم قوتنا؟ وين قوتنا؟ 15. اوكي فنبي نهجم مظفر، والله قوي، حتى اسمه قوي، مظفر. وانت منو؟ جميل. هذا الله عليك، هذا اسم. يلا روح جميل، روح ديكلير وور، راح نعلن الحرب على الزنكويين. هذولا شو يسمونهم؟ أتابكة الفرس، أتابكة فارس، كنا الأربعة هذولا اللي كانوا تابعين حق السلاجقة. ما أذكر، أنا قريت بالتاريخ ترى من زمان، ونص التاريخ اللي أقرأه تشيري، ف يعني مو تأخذون الكلام مني. اللي عنده خبر في التاريخ والسوالف هذه يكتب لنا بالتعليق إذا اللي جاوبته صح ولا غلط. تعال أنت هني، وراح تكون داعم الأساسي حق المعركة. ما عندنا شيء نبنيه، ما عندنا شيء نسويه، وعندنا يعني الوقت. طالع الميزات اللي فوق، الوار ويرينس، إذا ما في يعني مو زعلانين من الحرب ربعنا، توقع أنه راح يأثر علينا. كل أشياء إيجابية، وإحنا عندنا الكوميونيتي أوف إسلام، يعني مجتمع الإسلام. قادة الإسلام، وعندنا أتروفيد آرمي، يعني الجيش اللي عندنا تعبان، فعشان كذي راح ينقص عندنا الجيش، بدل لا يكون عندنا 3 يمكن يكون عندنا 2، فحد الجيوش يكون أقل من الدول الثانية. بس عندنا الخلافة، فهذا راح يرفع التأثير الإسلام. فنبي نشوف احنا معركتنا اللي هني، مستعدين هني ها، بس ان ننطر نخلص الحصار. حطينا باترنج رام وسيج تاور ويا سلالم عشان نقدر نحاصرهم، بس والله هذول يعني مو سهلين. نقدر نجند واحنا برا، ولا هاير ميرسينيريز نقدر ناخذ مرتزقة. حلو حلو. هذا يعطينا معلومات كاملة، نقدر نرفع الضرائب وننزلها، بس بنفس الوقت نطالع شلون الشعب عندنا. والله زعلانين الشعب. إذا ما نحتاج فلوس، إذا ما نحتاج فلوس قلل الضرائب طقة. هذا شلون راح يخليها؟ يخليها ماينس 1، هذه راح يخليها 2، وهذه راح يخليها 0. فنحتاج أن نحط لنا جيش هني،
إذا كان في جيش راح يعدل لك ال عندنا agents. شو يسوون agents؟ هذا يعتبر بريست إمام. هني إمام وهني بري. أوكي عزيز يلا عزوز شو عندك؟ success chance. شو تسوي success؟ زيل زيل شنو هذا اسمه؟ بهرة بهرم شاه وقتادة. والله قتادة بعد حلو اسمه. بس نبناخذ عزوز. تعال عزوز. والله هذول ثلاثة واحد ثلاثة. بس هذا ضعيف. لا عجب عجب خلنا ناخذ بهرم شاه. بس ما يخرع. شنو تقدر تسوي؟ شنو الحركات اللي تقدر تسويها؟ انسباير بوبيلس. اوكي. طلع لنا شيء اسمه الميرسينري انفلكس. زادوا المرتزقة في المنطقة. يقول لك زادوا 45%. بس 45 من صفر يبقى صفر يعني. فما راح ينفعنا. بس انه خلصت المعركة هذه. يعني فايزين بفوز كبير. راح نخلي الكمبيوتر. انا ما عارك القتال في القلعة تكون مملة. بس انه عشان تكونون يعني بالصورة المعارك باللعبة هذه صعبة. خليك على بالانسد. خلينا نشوف. ايه طقه سطه كفو كسر قبته. هذا المنجنيق يا ولد لا تكسر. خلاص ذبحناها. خسرنا 294 ذبحناها 1200. طلع لنا اختيار نحرقها ونحتلها ولا لا خلها 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 اوكي باي. وجميل زاد. شنو زدت فيه يا جميل؟ جاه التارجت هذا يزيد الدفاع 5% حق وحدات القائد. حلو. احنا طبعا بنمشي بالنقطة هذه عشان الكامبين موفمنت رينج. لان عندي انا يعني اهم شيء بلعب توتال وور انك تركز على الكامبين موفمنت رينج. اذا طقينا على الانتجريتي وصلناه 2 ما يفرق صح؟ اوكي. اذا زدنا الكاننج لو تلاحظ اذا زدنا الكاننج راح يحط لك انه ينقص المعاشات 2% حق جيشه ويزيد الدفاع حق قوته ويخفض المينتنس اللي هي الصيانة. بس احنا ما نحتاجها مثل ما قلت نبي نوصل حق هذه اذا نقدر. فنضغط عليه صح ونحاول ان نجند يعني ما في تجنيد. اوه شنو هذا ربان الطاعة. جيب لنا 2 منهم. نقدر نطلع شيء هنا ولا ما في؟ اوكي. عندنا هذا قاعد يفتر. خلي يرفع الببليك اوردر. ها يرفع عليه 3. اوكي حلو. فاذا ضغطنا على السيتلمنت المدينه نفسها نلاحظ ان الكاركتر زايدها 4. حلو حلو. فنقدر نجيبه هنا حق الكوفه ويعدل لنا اياها شوي. هذا الايوبي داز الجيش هذا. ووريرز اوف توحيد تحويد مو توحيد. هذا اسطورة اسكندر. هذول المراسلين يا الله. حلو. فعندنا شنو؟ ما عندنا شيء نبنيه اكيد. ما عندنا فلوس. باقي الموصل. عاد الموصل راح تكون صعبة صعبة ان نحتلها. ها ذبحنا قائدهم. افا الزنكي دازلنا رسالة يقول يدفع لنا 900 بس نسوي سلام. اكيد ان راح نجاوب بالرفض لان احنا نبي نحتلهم ونبي نرجع يعني الموصل الى العباسية الدولة العباسية. ف يعني يواجهونا في الحرب. انزين ليش هذا زايد وهذا ناقص؟ هذا مرتفع فوق هذا نازل تحت. اعتقد ان حان الوقت ان نقرب على العدو شوي. نقدر نكشف هني ولا الموصل شاش لنا بتصير معركة. حط لنا الأغراض اللي نفس آخر مرة دامنها نجحت. وجيب لنا هذا. جيب لنا هذا قريب. أعتقد أنه قربنا حيل. هني يقدر يساند صح؟ لوين تقدر تساند؟ لهني. حلو. فإذا حاربنا احنا يفزع لنا. حلو. ليش؟ لأنه خاف أنه عنده جيش برا يهجم علينا. وإذا هاجمنا وطق هذا
وانسحبنا راح ينسحب هذا مثلا نقول راح هناك، هذا راح يكون بوجه المدفع اذا كان لاصق فيه، فيكون عنده طريق انه يقدر ينهاش على الاقل. تقدر تجيب مرتزقه؟ ما في مرتزقه. وانت ما في. اوكي اوكي، ما تقدر تجند انت الحين ها؟ اي لانه خارج المنطقه. حلو. اعتقد ان يعني ما نحتاج ان نسوي شيء. انت بيك توصل الموصل، مو الموصل، بيك توصل الكوفه، وبيك ترفع العلاقات هنا. ما تقدر الدور هذا، الدور الجاي، لان ماينص 2 هذه مو عجبتني، هذه 2 هذه 1 وقاعد يتعدلون. فنبي نشوف شنو نقدر نسوي هني. انتر اتحرى جيش عندهم، اذا عندهم جيش خارجي يعني رايح يحتل، راح يكسر الاراضي اللي حولهم، هذه مهدومه الظاهر. جنا ما عنده جيش، لا كاجيشه قاعد يحرق عندنا، رايح حق الكوفه. اوكي اوكي، هل اذا دمرناه يختفي الجيش كله؟ هذا زاد. حلو. الريسيرش يقدر ينفعنا في الريسيرش. خلنا نزيده بالاثوريتي نفس ما قلنا، ونبي نزيده بالنقطة هذه لأن ودنا نوصل حق الموفمنت، مثل ما قلت لكم هذه أهم شيء عندي في الألعاب التوتال وور، ونعطي أوتو ريزول بعد ما يحتاج إنه نتعب نفسنا. والله خوش رفسة شفتوها. كم خسرنا؟ 300 ومات منهم 1300. سبجيكيت، سبجيكيت يعني شنو؟ بابت ستيت. لا ما نبي بابت، ما نبي بابت، نبي ندمره، نبي ندمر الفاكشن. هل حط لنا فاكشن ديسترويد ولا لا؟ ما حط لنا فاكشن ديسترويد، يعني هذول الحين موجودين، نحتاج ان نرجع، نحتاج ان نرجع حق بغداد بسرعة الحين. ارجعوا لبغداد. وهذا هذا منو؟ بحلب. العباس الايوبيين ها. حلو حلو. زين انت ما لفلت؟ ما لفلت. شنو صار عندنا؟ الميلتري انفستمنت موصل. زين وور ديكلير تريت فلاسد. افا يا الله يا احمد. ريسورس جيند، خذينا لنا موارد القمح، وعندنا الارض خذينا الموصل بنينوى، فصارت عندنا مقاطعة نينوى بعد decisive victory، ونقدر نحط هني قائد ثاني، بس ما اعتقد انه عندنا governor. منو نقدر نحطه governor؟ ايوب. ايوب والله انه والله شاطر هذا ايوب. ابيك تسلم هني. مراد، والله مراد بعد مو سهل. مراد ابيك تمسك اربيل. ما عندنا 600 ولا شنو؟ حد الجفرنرات اللي عندنا. اوكي اوكي اوكي، بس الفلوس عندنا بالسالب. ليش؟ المفروض هذول، المفروض عندنا اراضي زياده، فالمفروض يعني ما ادري. خلنا نعطي هذا الامر امر الاحتلال. وعندنا هني مو الاحتلال، امر تعديل العلاقات، 5 صارت هذه 2. فمن ندمر الجيش هذا، هذا قاعد يسرق فلوسنا. صح 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 صح، نسيت وينه. اذر 0 ما في، اعتقد انه قاعد ياخذ فلوسنا، ف لازم ان نتعامل وياه، لازم ان نتعامل وياه. وعلامه الجمجمه هذه انه يعني راح يخسر جنوده كل شوي، اللي هي يعني عسكري ورايات وغازي. حلو. شنو عندنا؟ محمد عنده مهارة زيادة. حلو. وين محمد هذا؟ محمد قوي هذا. وين اتاكينج زاد 3 اتاكر. وريز بانر. ومتزوج بعد. جوهر. جوهر اسم رجال. يا شباب. جواهر جواهر، سموها جواهر. آخر شيء بسوي الجوهر. لا ما يصير ما يصير. ومنه بعد؟ جعفر. جعفر زاد. جعفر يا طويل العمر، زيد هذه وزيد لا، ما نبيك تزيد بالكانينج.
ما نبيك تزيد بهذه، تزيد بهذه، تزيد بالكانينج. حلو، اللي هو آلي البصرة، نبي نخليه مخطط حربي. فالدور الجاي نقدر نهجم، نهجم ربعنا. العدو حاصر بغداد، حلو، فلسنا احنا. فلأن حاصر بغداد نقدر نجي احنا ونحاربه ونذبحه. هذا اكبر خطأ سواه، يعني انه راح نطلع له وراح نحاربه بمنطقته. وين ليش مو طالع وياي؟ شو اسمه، ليش مو طالع وياي المدينة نفسها؟ عباس واحمد ما يصير الا اسناد واحد ولا شو السالفة؟ لا ما يصير، المفروض اسنادين. هذا الظاهر مو قاعد يلحق، مو قادر يوصل الحين يمكن. مو ما يوصل له، ما يوصل له. عطى فورس مارش، وصل هني. ايوه ايوه اقول انا ريدي فور اوردرز. نجيبه هني، ما اعتقد تقدر يقدر يوصل لك. هذا ما يقدر ينزل تحت خلاص. اوكي زين، الحين هذا فضلنا 700 لكن نحتاج زياده، فعطنا طقه، رفعنا التاكس لهالطقه 400، وهذا راح يسبب لنا مشكله شوي، فنحتاج ان نذبحه باسرع وقت. اعداده قاعد تنقص، اعدادنا احنا قاعد تنقص عند هذا، بس لان ما عندنا فلوس قبل شوي. هذا لفل اللي هو بهرمشاه، شنو زاد الحين؟ نقدر نزيده بالزيل، نقدر نزيده نعطيه حركات اضافيه، بس نبي نزيده بالزيل. حاليا طقه ونعطي هذه. حلو، بس كذي، خلنا نشوف شو يسوي. ماينس 3، ليش ماينس 3؟ كاركتر المفروض زاد. صعوبة والتاكس، التاكس الضرائب، نسيت اني زدت الضرائب. حيل الدور الجاي، الدور الجاي راح ننقص الضرائب مرة ثانية. بس الحين عندنا احمد عنده مهارة زيادة. احمد اللي هو الملك، زيده هني وزيده هني. الله احمد جايب فينا العيد الصراحة. كمبيوتر سوى له حركة، لف ورا الجيش اللي عندي، خذ له لفة كاملة وحاصر بغداد مرة ثانية. الصراحة يستعبط هذا، يقول لك يبي يرقونه، يبي يرقون منو؟ جميل. جميل يطلع، تطلع له صورة يعني. بلوك، ما نبي نطوره الحين. انت تعال هني وهذا يضرب ضربة. حلو، الحين ما راح يقدر ينسحب اذا حركت انت هذا هني. هذا ما راح يقدر ينسحب لانه ما يقدر ينسحب الا مره واحده في المعركه. المعركه متقاضبين. والله ما ودي العب لي معركه الحين لان راح يطول الفيديو اكثر، لكن نجرب لنا معركه سريعه. شو نسوي بعد؟ يطلع لك ثلاث فرص. الحين الجو ضباب، فالضباب ما راح يساعد السهام على الرماية. مرة ثانية ضباب، الحين صار جو نظيف وصافي، فنبلش اللعب. هذولك قواتهم، هذه قواتنا، واحنا عندنا سناد جاينا من ورا، فنبي نصف قواتنا بالجهة هذه على ما يجون قواتنا الثانية، وراح يجون. خليك ساكت. هم اكيد انهم ما راح يتحركون علينا، راح يروحون والله قاعد يتحركون علينا. لازم يتمركزونهم ويضبطون شغلهم، لأن عندنا أسناد، فقوات الأسناد عندنا راح تشغلهم. فنبي نوريكم الحين عاد طريقة التنظيم في اللعبة. الوقت مطفينا، ما أعتقد أنه في وقت حق المعركة، فنقدر نلعب على راحتنا
فنبي نسوي لنا نبي نسوي الحركات التشكيلات الموجودة. يعني عندك هذا ميلي فرونت تريبل لاين، أول شيء المشات بعدين التريبل، هذا الخيال قدام بعدين ثلاث صفوف، وهذا الرومات يكونون قدام. فتقدر تعطيهم كذي ويعني تشكلون ربعك على طول. صوتي طبعا يطفي إذا حطيت ضرب اثنين، شوف الحركة، شوف الجنود، شوف هذا من رايح. زين ليش لابس شنو اللي لابسه؟ يعني هذول المحاربين العرب قبل كانوا يلبسون اللبس هذا، يعني كانوا يلبسون أخضر وأصفر. فنزيد السرعة شوي عشان يصفون ربعنا. الرمات طبعا حطيت التشكيل هذا راح يصيرون كلهم واحد، حلو إذا تذكرون بتوتال وور، إذا واحد ومقفولة يعني راح يهاجمون نفس الأعداد. بس هذول أنا بيهم يصفون بتشكيل أفضل، فلو تصفونا بالتشكيل هذا كذي بحيث أن كلهم يرمون، وهذول القادة أنا بالقادة يكونون ورا. أبي كنت توقف كذي، توقف كذي. القائد الثاني وينه؟ أبو نجمة. حلو، ظاهر إنه مو موجود. خاش عمره، خاش عمره. ها هذا أنت يا جميل، والثاني كاهو، تعال عنده. لأنه مقفول ما يحط لنا إياه. أنت يسار، أوكي، حاطين هذول القادة يمين ويسار، فنحرك قواتنا قدام ونحاول نوصل حق العدو. طبعا ردوا الرمات نفس التشكيلة، بس ما عليه. ما نحتاج أن نركض لأن يعني ما في وقت في اللعبة. بس عندهم هم شنو؟ عندهم رمات وعندهم خيل وعندهم هذول اللي يحذفون الجافلين الرايات. ف يعني الهجوم العادي يكون تركيز أساسي على جبهة معينة، فنبي نكون خارج مدى سهامهم، ويعني بعدين نقدر نضبط التركيز. طبعا هذه عشان تسوي التشكيل هذه تعلق على الالت، وتقدر تحرك على كيفك وتضغط كنترول اذا تبي تغير التشكيل. ف يعني من العاب توتال وور الحديثه يعني تقدر تسوي التشكيل هذا. والحين طبعا نبي نفصل القوات، ناخذ الاربعه هذول، هذا لايت شوك اوكي شيله من الحسبه، هذا لايت شوك، هذول هيفي شوك، غلام لانسرز، هذول الأربعة أنا بنخليهم يروحون يمين، وراح نضغط فيهم من الجهة اليمين، فالجهة اليمنى، فالجهة اليمين بنغالي، فنجي بالطريقة هذه، حلو، ونبنضرب ناخذهم من يمين، واحد واحد، فهذول يقدرون يتقدمون شوي شوي بعد. أخ من راحت هذا؟ على طول شكلوا، لأنه شافوا رما خيالتنا مشوا هناك، حلو. فواحد تقدموا نفس التشكيل، للحين تشكيلكم نفسه، ها ميسايل فرونت، حلو. فاثنين عندنا قدموا النقطة هذه، فنقدر نجيب واحد أو اثنين من النقطتين. واحد قدموا بعد شوي، اثنين اضربوا لي هذا، اذبحوا لي يا ركزوا لي تركيز كامل عليه لو ما عليك امر. انتم ابيكم توقفون بشكل تصفون بالطريقه هذه، واحد ابيكم تضربون، نخفف السرعه يكون افضل. انت ابيك تضرب لي هذا، وانت ابيك تضرب لي الرمات اللي عندهم هذولا، أبيك تروحني روحني. رماتنا لو إنهم يصفون بالطريقة هذه راح يكون أفضل. لو يوقف هني يكون أفضل. رماتنا هذولا تعالوا هني، وأنت تعال هني. اثنين إيش قاعد تسوون؟ اثنين تعال. أنت أبيك تحول على السيف وتضرب لي هذولا، وانت بيك تضرب لي هذول بالسيف، وانت تضرب لي هذول بالسيف. لازم نركز ضربنا على قائدهم دام انه واقف بموقع كبير، موقع مكشوف. واحد تعالوا انزلوا لي على هذول، عندنا السيافه هنا بعد مو قاعد يتحركون.
هذول يقدرون يتحركون على هذول، سيافتنا يضربوا هذول. ظاهر ان التشكيل العادي هني باللعبة هذه مو جيد، خيالتنا يقدرون يمسحون الجنود اللي ضدنا. وانتم ابيكم توقفون هني، يلا بسرعة. حلو، هذول قدروا يفوزون. الحين تعالوا اضربوا لي هذول، شيل عنك هذا، اضرب لي اياهم كذي. ابيكم تذبحون القائد مالهم، انت تذبح لي هذا. والله خسرنا قوات واجد لان قاعد نمشي بالكنترول. بشوف طريقة تنظيمهم، ما عليه يعني اصلا ما راح نكمل يعني سلسلة كاملة، راح تكون سلسلة بسيطة. هذول خيالة لكن لايت شوك، فما راح يقدرون يصمدون ضد الرمات. ذا انمي هاف رالي ذا يونس قاعد يسترجعون جنودهم، لكن اذا قدرنا نذبح قائدهم الجنرال هني سيباح سالار ذا منار بروكن، الناس قاعد تنسحب. صف هذول هني، صف هذول هني، خلهم فايرات ويل. انتم تذبحوا لي هذول، انتم صفوا لي كذي، انت صف لي كذي، انت تذبح لي هذا، انت تذبح لي هذا. هني الميزة اللي تجيك إذا حط لك فلانك سيكيورد يعني زينة، هذا نحطينا على ربعنا تلقاه يكتب لك فلانك سيكيورد، شوفه فلانك سيكيورد، فما عليه خوف. هذول إذا ضربوا هذا من الخلف لو تلاحظ شي يصير winning decisively، فايزينهم في المعركة، لكن لأن ضربناهم بالخلف صار shaken attacked in the rear، هذا راح يخسرهم معنويات عالية. والميزات يسار لو تلاحظون المعنوية عندهم 17 فعليها تأثير عالي. هذول اللي يقدرون يذبحونهم ربعنا راح يكون ممتاز. ربع هني فازوا. الخيال هذول اللي يضربون لنا الرمات اللي هني، الخيال هذول اللي يضربون لنا السهام راح يكون ممتاز. وهذول اللي يقدرون يذبحون لنا القاده اللي هني، كل قادهم انسحبوا رد. تعال تعال اذبح القائد مالهم. اركض اركض اركض. حلو، لا نقدر نذبحها بسهولة. انتم اركضوا اركضوا، ليش ليش المفروض ابي الامر الافتراضي يكون ركض، ابي الامر الافتراضي يكون ركض. شباب انت اذبح لي هذا، انت اذبح لي هذا. يطلع لك تعجب على العدو اللي يعني خطر عليك، ف والله تجربة الحركة هذه كان خطأ صراحة، لو اني محركهم على كيفي افضل. وغير هذا ان اشتبكنا وما طقينا، وكانت السرعة عالية فما مدى الجنود يضبطون وضعهم. اذبحونا اذبحونا هذولا، اذبحونا الرمات اللي عندهم. ما ادري ايش مو قاعد تشوفون انتم، 15 من اربان الطاقة الطاعة. What are your orders؟ يعني عربي، دائما يحاولون يستهزئون في العربي يا اخي، ما داني الحركة هذه. يحاولون يركزون على اللكنة العربية، عرفت، زيادة عن اللزوم، شيء يسوونه الانجليز والاجانب بشكل كبير. الانمي جنرال ازداد، فنقدر نزيد اللعبة، نزيد سرعة اللعبة. وندبحولنا ندبحولنا هذاك، ندبحولنا هذاك، ذبحنا هذاك. طالع قربوا قربوا، يبي يحاول يذبح جنرالنا. انت تعال تعال اذبح هذا. لكن انسحبوا 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 انسحبوا. حلو حلو، ربعنا هني قاعد يقاتلون. الظاهر ان سرعناها و يعني طالع هذول وين رايحين. هقيت انهم راح ينسحبون يعني على طول، بس الظاهر انها مو نفس الالعاب الثانية، لان هذه اقل لعبة لعبتها، يعني ما اذكر حتى شلون لعبت 60 ساعة فيها. والله خسرنا واجد، ما ادري اذا راح احط المعركة ولا لا على حسب طول الفيديو، لكن عندهم الخيال هذول المقتي ذبحوا هذا ذابح 368 وهذا ذابح 178، يعني اقوى شيء عندهم كانت الخيال، اعتقد خيالة سهام صح؟ اي خيالة السهام مالتهم كانوا يعني صعبين حيل.
فقدروا يذبحون كمية كبيرة من جنودنا. عندنا هذول ذبحوا 78، هذا ذبح 131، يعني عندنا شيء طيب، لكن يعني مو كثر ما نهجة. فاللي نبي نسويه إنه راح ناخذ المحاربين عشان يرفع عندنا الريبلنشمنت شوي، وزاد عندنا كل شيء. يا سلام يا سلام، هذول لبلوا اثنينهم ف اكسكيوت ديزيرترز. لان جبنا ناس الظاهر واتريشن وكل شيء. اوكي اوكي، كوماندر مظفر. زين، هذا التراديشن مال الكتيبه صح 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 صح، كان فيه الجنرال وكان فيه الفورس، القوه نفسها. فالجنرال حتى لو يموت يبقى التراديشن، ثقافه الجيش. فتقدر تحط له يعني هذا يزيد المورال عندهم 3 لانهم تابعين حق الليجسي هذه. ف وهني هذا يرفع الدمج مال الميسايل، وهذا انتجريتي يزيدهم 1، فيبقى عندك انتجريتي هني عادل عادل عادل. هذا عطى 3 هني مورال. وشنو كانت في شيء اسوء؟ وخلنا نركز هذولا الليجسي، نركزهم على الرمايه، فعطهم نقطه هني بعد. حلو، وانت بعد نفس الحاله. اوه اثنينكم لفلتوا، حتى جميل لفل. حلو، فجميل بنعطيه طقتين هني عشان يرفع لنا هذا مره واحده، وهذا يبي له يعني انك تخلص له 3 جهات بس ما نحتاجه. فتح لنا هني 20% ارمر حق القائد، وهني 5% زاد 5 ارمر. فالظاهر ان درعه حارس عليه هو حيل، فيعني زيادة حلوة. بس أنا زاد عنده 20 موفمنت. أنت يا جميل، فهذا أمير الجيش. لو تلاحظ الميلي ديفنس عنده 53، يعني هذا كم الميلي ديفنس عنده؟ 55، لا 42. حلو، أبالي أعلى منه، قلت ماكو فايدة. هذا لما نخلي مال قائد مشات. بس أول شيء نبي نرفع النوبل يونتس، فنرجع هذا الموقعه، نودي هذا حق إربيل، وننزل على الكوفة. لا، خلي يصعد الإربيل. فهذه اللعبة يعني شكل مختصر، لعبنا لنا أدوار واجد والله. فيعني هذه الأيوبيد السلطان أعلن، الأيوبيين أعلنوا الحرب، وهنا كتب لك الفاكشن ديسترويد، دمرناهم، دمدبحنا مسعود، فانهينا الدولة اللي ضدنا. ويعني هذه اللعبة بشكل مبسط بكذا دور، ما يعني هذا المود، يعني مود الصراحة يضيف أشياء كثيرة حق لعبة أتلة. أتلة يعني اللي أعرفه عنها أنها هي أفضل لعبة توتال وور من ناحية القتال في الشخصية في الجنود، يعني كل جندي عنده قدرة على القتال مختلفة. يعني هي وميديفل 2 أعتقد أن نظام القتال فيهم جيد جدا. أتلة لعبتها شوي، يعني تقريبا 60 ساعة قبل تسجيل الفيديو هذا، هي تقريبا أقل لعبة توتال وور لعبتها. فأما يعني عشان كذا خبرتي فيها، يعني لو تلاحظون حتى المعارك قاعد أجرب فيها، لأن كانت نازلة عقب أعتقد روم 2 بفترة بسيطة، فما مدان أني يعني ألعبها كثر ما بغيت. فأشكركم شباب على المتابعة، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا في الفيديو. أعطوني رأيكم باللعبة، وإذا تبون نسوي سلسلة اكتبوا لنا بالتعليقات، لا تنسون، واشتركوا بالقناة إذا عجبكم المقطع، ونشوفكم بالفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.